وللتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول المحلل العسكري العقيد الركن حاتم الراوي. أهلا ومرحبا بك سيادة العقيد. بداية، ماذا يعني إعلان ميليشيا الحشد نشر عناصر لها تابعة لها على الحدود مع سوريا؟ سلامي لك أستاذي الكريم وللسادة مشاهدي قناة الرافدين. حياك الله. كان الرهان في مدينة البوكمال على أن من يستطيع الوصول إلى مدينة البوكمال الحدودية سيسيطر على معبر القائم، وبالتالي سيفتح الطريق أمام الحشد الشيعي على مصراعيه، ومما دعا روسيا إلى الاستعجال بترك معركة دير الزور في حينها قلقة وغير مستقرة والطرق غير مؤمنة، واستعجلت الوصول إلى البوكمال وأدخلت إليه النظام ومن مع النظام من حشد شيعي ومن ميليشيات إيران وحزب الله. إنما المفاجأة التي كانت، أو أنها كانت محسوبة بالنسبة لروسيا وكانت تريد أن تفرض أمر واقع، هو أن الحشد الشيعي من الجهة الشرقية، يعني من جهة القائم، لم يتمكن من الدخول إلى البوكمال، علما بأن الطريق قد فتح، يعني فعلى الحدود العراقية الحشد الشيعي أو الشعبي كما يسمونه، وعلى الحدود السورية النظام، وبث النظام بعض الصور مفبركة وأثبتنا لهم بالدليل أن هذا المكان ليس على الحدود الآخرية لدخول الحشد الشيعي. أما طيب، عمليا الحشد الشيعي لم يتمكن من الدخول. طيب، موقف الغرب يبدو أنه تغير بعد حديث التحالف الدولي عن أن الحشد لا يمثل تهديدا ولا يتوقعون اعتداء من، كيف تفسرون ذلك برأيك؟ أنا شخصيا أفسر ذلك من خلال مراقبتي للأرض ولما يجري تماما على الحدود، بأن الحشد لا يشكل خطر، لأنه منع من الدخول ومنع أمريكيا، والمنع جاء بأن أمريكا أعلنت عن إنشاء قاعدة في القائم، وهذا يحول دون حرية التصرف، يعني أن المعبر الثالث والأهم الذي هو معبر بوكمال بعد معبر التنف وجدت عليه القاعدة الأمريكية، فالآن المعابر الثلاثة بين سوريا والعراق بيد الجانب الأمريكي وأقامت فيه قواعدها، لذلك لم يعد أمام هذا الحشد إلا التحرش من خارج الحدود ومن الأماكن الغير معدة للعبور. طيب، هذا تقديري أنا للموقف. أما ما كان يتصوره الحشد وما كان يطنطن به النظام ويستعجله، أنه مجرد أن طرد داعش من البوكمال ستفتح الحدود وسيدخل الحشد الشيعي من العراق على شكل جحافل وأركان لها وليس لها آخر. طيب سيادة العقيد، يبدو أن القوات الأمريكية قررت البقاء في العراق، أيضا زامن ذلك قرار مشابه من القوات الكندية. هذه القوات الموجودة ألا تحكم في اتفاقيات موجودة مسبقا؟ أين هذه الاتفاقيات وكيف نفهم هذا الأمر؟ بالنسبة لأمريكا، أمريكا أخذت الضوء الأخضر ودخلت العراق ودخلت سوريا بشرعية أممية، يعني لا يعني خارج الاتفاقيات وخارج كل هذا الكلام. وأنا أرى أن وجود القوات الأمريكية في سوريا وفي العراق خلافا لكل الاتفاقيات الدولية السابقة هو عبارة عن عملية وضع يد، لأنها أيضا يعني بالمقابل لو أن أمريكا سحبت يدها فإن روسيا وإيران ستعيث فسادا في المنطقة. لذلك أنا أرى أن وجود التحالف وإعلانه البقاء في العراق وفي سوريا، لأنه في سوريا أيضا أعلن إعلان مشابه عن لا انسحاب لقواتنا وإننا باقون إلى أن تهدأ الأوضاع، فيعني أنا يعني أضعها في خانة عدم إفساح المجال لإيران ولروسيا بأن تعيث في المنطقة وتأخذ راحتها. هذا كلام جميل وصحيح، لكن في عام 2011 انسحبت القوات الأمريكية المحتلة من العراق وخرجت وعادت إليه بحجة الإرهاب ومحاربة الإرهاب ومحاربة تنظيم الدولة، بعد أن وقعت بغداد معها اتفاقية الدفاع المشترك، وكذلك هنالك اتفاقيات مشتركة مع سوريا في محاربة الإرهاب. يبدو اليوم أنهم أعلنوا النصر على تنظيم الدولة، فما الداعي لبقاء هذه القوات في المنطقة؟
يا سيدي، تنظيم الدولة تنظيم، يعني قلنا أنه شركة مساهمة. يعني الآن أعلن العالم كله أن العراق قد نظف من داعش. أما أنا شخصيا فأقول أن العراق لم ينظف من داعش، وسوريا ما نظفت من داعش ولم تنظف من داعش، لأن داعش عبارة عن قوى هلامية إشباح تحركهم هذه القوى الفاعلة، سواء كانت أمريكا أو روسيا أو إيران، بالطريقة التي تريدها وبالوقت الذي تشاؤه. تجربتنا في سوريا مع داعش أن مناطق نظفت تماما وهي مناطق غير مأهولة. يعني تصور أن البادية السورية، نعم يعني بادية الشام الشامية حسب ما نسميها نحن، نعم هي أرض يعني منبسطة تماما. يعني أقول لك أن النملة إذا سارت فيها مكشوفة. ومع ذلك وبعد تنظيف المنطقة من داعش، في ليلة واحدة تمكن داعش من الانتقال من البوكمال ومن الميادين، وسيطرت على الحواجز التي وضعها النظام من بين تدمر ودير الزور، وأخذت الطريق وذهبت غربا إلى القريتين وسيطرت عليها وهددت مطار التيفور وقصفته. هذه داعش، داعش قوى تحركها هذه الأيادي التي هي الأيادي الفاعلة في المنطقة، طيب. ولا يعني يخرج التصور عن أمريكا وروسيا وإيران حاليا. فيما يخص العراق، هنالك من يقول أن بقاء القوات الأمريكية وموافقة رئيس الحكومة حيدر العبادي على ذلك مرهون بمصالح شخصية، حيث أنه سيستفيد من هذا الأمر مع اقتراب الانتخابات. كيف تعلقون على ذلك؟ بدون أدنى شك، بدون أدنى شك أن اليوم المصالح الشخصية أو المصالح حتى الدولية باتت هي الحقيقة، وهي ما يعمل عليها المتفقون بحجة تنظيم داعش، وهم قادرون على تحريك داعش حتى في المناطق التي انتهت فيها تماما. لذلك الآن داعش أصبحت كمسمار جحا يحركونه لتبرير تواجدهم سواء في العراق أو في سوريا. المحلل العسكري السوري العقيد الركن حاتم الراوي، كنت معنا، شكرا جزيلا لك.